هذا كتيب مهم في السنن التي قل العمل بها. اشترط المؤلف أن يذكر السنن التي قل العمل بها، ذكر 152 سنة موثقة بالدليل. طبعا ذكر السنة مع دليلها وشرح ما استبهم من ألفاظها، وكذلك إذا احتاج إلى مزيد بيان أو توضيح أو فائدة ذكرها، وأيضا رتب حسب ترتيب الأبواب الفقهية، وخرج أحاديثها وأقفل ما اتفق على ضعفه أو أيضا ترك العمل به. طبعا قدم للكتاب فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله بن ناصر الماجد، وهو من تأليف الشيخ مشاري بن عبد الرحمن بن سعد العثمان، وهو مستراد دار الحضارة، وهي الطبعة الأولى لهذا الكتيب المهم. طبعا قدم مقدمة في منهج الكتاب والكتب التي استفاد منها والمشايخ الذين يعني استفاد منهم، ثم ذكر مقدمة في إحياء السنن، ثم ذكر الفصول ثم الأبواب. طبعا تكلم عن السنن في النظافة والطهارة، ثم ذكر السنن في الصلاة، ثم السنن في باب السلام، ثم السنن في باب الدعاء، ثم السنن في أبواب متفرقة. فهو حقيقة يعني كتيب نافع نفيس قيم في هذا الباب، يذكر لك السنة ودليلها، ثم يخرج الحديث في الحاشية، أو يذكر مزيد توضيح أو بيان أو ما استبهم أيضا من ألفاظ الأحاديث والنصوص. فيعني ذو فائدة عظيمة لمن يطلع على هذه السنن التي قل العمل بها وتكاد أن تكون مهجورة. فجزى الله خيرا الشيخ مشاري على هذا الجمع الطيب وعلى هذا الكتيب النفيس، وبارك الله فيه.